بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن أخونا يسأل على مكان السلام عليكم، ممكن مختار مكان بل في التبخير لرنوميغا وشكله. هذا يا سيدي مكان بل في التبخير يا دورة، هذه شفتوا بل في التبخير هنا، يجي دريس صغير هو يمشي بعد حتى للدريس نتاع التربو نتاع الفلتر. هذا هو بل في التبخير، هذا هو هنا بل في التبخير نتاع الميغان او اي محرك 1.5 دي سي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه داسيا فرغونات بدلنا لها موتور، وتوا باش نوريكم يعني الفلتروات نتاع المازوت وين يركب، والفلتر الزيت وفلتر يعني باش نعملوا لها فيدونج ونشوفوا. ما احنا بالصدفه نحينا باراشوك على خاطر عندنا فيها خدمه. بون هي المفروض تنحي البارابو هذايا من جهه العجله، سموه بارابو تنحيه هذايا، مش نجم تدخل للفيلتر نتاع المازوت تشوف الفيلتر نتاع المازوت وين جاي. هذا الفيلتر نتاع المازوت. فيه زوز كروات ب 10 ب 10 بيب تحلو. زوز على اليمين وواحد على اليسار. كاش حديد هذا. بعد ما حلينا الثلاثة نجبد الكاش. هذايا الكاش الحديد، جبدناه هكا. هاو هذا الكاش نتاعو يجي في وسط الفيتر. هاو الفيتر كيفاش يجي في وسطو؟ يعني الفيتر نتاع الداسيا 1.5 دي سي اي ماهوش كيما الميغان، فلتر حديد وفيه ثروة سورتي ومانو. عندنا ثروة سورتي. هذوما فيهم مقراف تنزل عليها. فيهم مقراف. تنزل عليها. هذوما الوان. فيهم كل لون فيه اللون في القراف هذايا ازرق. تو تلقى نكتة زرقاء. لهنا الابيض تو تلقى نكتة ازرق، والاخضر تلقى هاو لهنا. ايوه. هاو نوريكم فيها بلاك. هذه الخضراء تلقى الديريت اخضر، وهذه بيضة تلقى الديريت ابيض، وهذه زرقاء تلقى الديريت ازرق. اي هاو تو نزيدها حتى في جديد. تو مش نجيبوا جديد. جديد نفهموهم عليه كيف بالضبط. هذا الفيتر جديد. فيه بشونات حمر نحاهم. وفي نفس الوقت هما يعني الديريتات يعني زوز خشان واحد جويد ما يركبوش بلاصه بعضهم. ما يركبوش بعضهم. واللي هو طويل هذا يجي في الوسط، ونعمل شويه بيرج بالمازوت خرجوه انا معك ونركبوه متشاف. يعني شوفوا يعني باش تاخذ فكره على الفلتر المازوت نتاع نتاع الداسيا 1.5 دي سي، ما يشبهش الجمله نتاع الميغان، يعني منظره بعيد على نتاع الميغان. هذا فلتر المازوت ركبناه ورجعوا بعد نجيبوا السيبور نتاعو اللي هو هذا. وفما موديل عنده كابتير من اللوط يركبه، وفما موديل ما فيش، اللي عنده كابتير يرجع كابتير نتاعو. عندنا هاك السيبور رجعناه البلاستيك. هذا الفلتر توا ركبناه كبس اهي، مازال الفلتر الهواء وفلتر الزيت. نجيبو مفتاح كاري نحلو بيه البوشون. هاو الكارتير هذايا البوشون هاو نحلوه، رخفناه صغي نحلوه بيدينا هكا. خاطر فارغ هو مزيد لما حالها هاكا فارغ، ريت حليناه البوشون هو هيت. هاو هذايا البوشون هاكا خطوة البوشون هذايا البوشون فارغ الموتور من اللوطة، ما يعجبش فيه حتى قطرة. نعاودو نكبسوه. هذايا كبسناه هاكا، وريناكو كيفاش حلينا الزيت من اللوطة تفقدناه ما فيهوش زيت. تو مش نصبو زيت، تو نجيبو بدون زيت جديد ونصبو.
هذا الزيت نصبه فيه جديد. أنا في العادة نصبه 4.5 ونقيسه. طب هكا صبينا 4.5. بعد نجبدو الجوج هذا اللي هو تشوف فيه الجوج، نمسحوه قبل كل شيء، نمسحوه ونرجعوه للماكينة لبلاصتو هكا، ويبقى شوي ونجبدو ونقيسو الزيت. هاك الزيت هذا هنا، الزيت مريقل هك. صبينا 4.5 بالفترة، وهو 4 وشوية، نزيدو شوية على الفترة هكا. رجعنا لمكانو، عنا صبينا الزيت وركبنا الفترة، الفترة الجديد هذايا فترة جديد، هاو هذا فترة جديد ركبناه جديد زادا. وعنا الماء تو البواطي تاع الماء، هذه البواطي تاع الماء، عنا الماء زادا، شرينا الماء، هاو البيدون تاع الماء، هذا البيدون الجديد باش نصبولو الماء تو. عندنا بيرجير، وقت اللي تصبوا الماء فما بيرجير اللي هو هذا، ها انظروه ها من بعد لكم شفتوه، ها هو البيرجير، هذا البيرجير، هذا البوشون تاعو كيما البوشون تاع الفالف تاع العجله اللي هو هذا، ريتو الفالف هذا، هذا الفالف البوشون، ها هاك بلاص مكانو هذا كنحلوه. وفما فالف اخر زاده، ها هو يجي تحت البومبا فيت بالضبط، او يعني بليد شويه فيه تشوفوه، ما هو هذاك تنفس منه الموتور. ها هاك شوفوا اخذوا الماء كيفاش هبط الكل هذا، ها تسمع في الماء اللي هو هبط كي حلينا البوشون هذاك. كالعاده نصبوا الماء، هكا صبينا الماء للي خرج الماء هكا، اسمع شوف الماء كيفاش خرج، هاو الماء، هذا الماء خرج من الماء، نحى الهواء كالعادة، نصبو بشوي هاكو حلين البرج، اخزرو من غادي كيفاش الماء خارج، اخزرو انا عبيت هذا الماء خارج من غادي، اخذوك كيفاش احمر يعني ذاك الموسخ، هذاك الماء ردوه كيفاش، هاو هذاك الماء سد البرجيرة نتاعها، هاو ماشي بيه خضار، هاو خضار ردوه كيفاش خضار، نجيبو البوشون خرج معادش فما هواء، هبط ماء صافي، نسكروه البوشون هاكا، هاكا سكرناه الماء هاكا مريقل. وريناكم وريناكم كيفاش صبينا الماء، وريناكم كيفاش ركبنا الفيتر تاع المازوت، وريناكم كيفاش في صبينا الزيت وفيتر الزيت، هذا نشروه زاد جديد ونبدلوه
كيما عملتوا في دوجي الكره وقت لوس 8000 تبدلوا الزيت ولا تاع 10000 ولا 5000 كيلومتر، 5000 كيلومتر مثلا زيت تاع 5000 كيلومتر بدل معاه الفيترويت.